ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مهاجمة الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة زينب العسكري، والتي كانت قد أطلقت تصريحات هاجمت فيها منى السابر والدة الفنانة الشابة حالات ترك. وفي التفاصيل، ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على التصريحات التي أطلقتها الفنانة زينب العسكري بحق منى السابر، والتي اتهمتها فيها بتشويه صورة ابنتها النجمة حالات ترك. وقالت العيدان في منشور لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام: أنا أرد عليك زينب، اللي إيديه في الماء مو مثل اللي إيديه في النار، معبرة عن استيائها من التصريحات الأخيرة، ومعتبرة أنه كان عليها ألا تتدخل في الأمور العائلية وتلتزم الصمت. وأكدت العيدان في منشور لها أن والدة حالة ترك قد تعرضت للظلم والتشهير من قبل طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وصفة حالة بالطفلة أم القلبين والمغرورة. وكانت الفنانة المعتزلة زينب العسكري قد انتقدت والدة حالة ترك، وأشارت إلى أنها لو كانت ابنتها شخصيا في مكان حالة لما قامت بلومها وتشويه سمعتها أمام الناس، وأنها كانت فضلت الحبس على ما قامت به منى السابر. وأضافت أن فطرة الأم لا تدفعها لأن تتحدث عن ابنتها بالسوء، لأن السجن أرحم من تشويه صورة ابنتها. وشددت زينب على أنها بإحساسها ستعرف لماذا وصلت ابنتها لهذه المرحلة، وتحدثت عن أن حالة ترك فعلياً قد تكون عانت مشاكل غير طبيعية من خلال التشتت بين عدة أطراف. وأشارت زينب إلى أن حالة ترك فعلاً مشتتة من كثرة ما ترى لها من أخبار. وعلى جانب آخر، أعلنت مي العيدان وقوفها إلى جانب منى السابر والدة الفنانة البحرينية حالة ترك، وأنها ستتبرع بإعلاناتها لمدة شهر لدفع المبلغ المطلوب منها، وذلك كي تتجنب السجن. وكانت العيدان قد قادت حملة لحذف وحظر متابعة صفحات الفنانة البحرينية الشابة حالة ترك، بعدما نجحت الأخيرة في الحصول على حكم ضد والدتها منى السابر طليقة المنتج محمد الترك بالحبس مدة سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينهما بشأن مبلغ مالي. وأعلنت منى السابر قبل أيام من خلال مقطع فيديو أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها صدر بشكل نهائي، ولابد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب، وهو ما جعل بعض المشاهير يتبرعون لسداده.